الاكل اللي انت شفتوه ده، ده اللي هيقوم الزغليل في السن ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة ازاي تساعد الزغاليل وتأكلها. أنا مربي دول كلهم تحت، مطلعهم تحت حمامة واحدة. التلات زغاليل دول حاطط البيض، تلات بيضات، وطلعهم. طبعا هم ممكن ما يقدروش يأكلوهم او يشبعوهم، لو اكلوهم مش هيشبعوهم كويس. ممكن تلاقي فيهم صغير كده، حجمه صغير، ده فائس بالاتنين دول الاول، وبعدين ده التالت اقل منهم شوية. طيب احنا هنعمل ايه علشان نساعد الزغلول وننقذه من الموت ما يموتش؟ انا معانا كيس الحليب ده. قبل ما نقول يا جماعة، لو عايز الفيديو مختصر مدة قليلة هتلاقي في قناتنا الصغيرة، قناتنا الجديدة، معلومات في تربية الحمام. اشترك في قناة معلومات في تربية الحمام، وأيضا اشترك في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الاثنين بيقدموا نفس الفيديوهات، بس اللي بتقدم الفيديو بالتفصيل قناتنا دي، والقناة الثانية بتقدم فيديوهات مختصرة اللي هي معلومات في تربية الحمام. طيب معانا الكيس ده، احنا قلنا ب 4 جنيه، كيس لبن او كيس حليب زي اخواننا في الدول العربية ما بيقولوا. هنحط كمية، ما ليكن مثلا معلقة، احنا هنأكل الثلاث زغاليل، هنحط معلقة من الحليب ده تقريبا كده، هو الكيس ما فيش فيه كتير يعني. نحط معلقة من ده، ده لو هو لسه عمر يوم ما تضيفش عليه حاجة. لو هو عمر يوم ممكن تاتي الحليب بس ما تضيفش عليه حاجة، لكن هو دول عمر 3 ايام واربع ايام، يعني مثلا نقول ده 3 ايام بس، هو اكل مش اكل لبة، اكل ذرة خالص اهو. فاحنا هنحاول نديه شوية حليب يساعدوه شوية يقوموه معنا. طيب احنا هنضيف ايه على الحليب بتاعنا او اللبن بتاعنا؟ هنضيف عليه بعض الدقيق، او زي ما بيسموه طحين القمح. معانا هو احنا طحين القمح، جايبين شوية او شوية دقيق زي ما بيتقال في مصر. هنحط برضو معلقة، زي ما حطينا معلقة من الحليب هنضيف عليها معلقة دقيق. يبقى احنا كده بنساعد الزغلول وبنقومه يا جماعة. هنضيف عليهم جروفيت بلس، انا معايا جروفيت بلس، اول ما لقيتش جروفيت بلس حط ديكال بي 12، حط اي فيتامين، حط حديد من اللي احنا عملناه ده. حديد ده ممتاز جدا، فيتافيرول ده بيعالج الانيميا برضو ويقوم الزغاليل معانا. طيب احنا لما هنعمل ده، احنا عملناه فيديوهات كتير، اسمه جروفيت بلس بيطري، العبوة لغاية هنا العلامة دي ب 20 جنيه، فيها حوالي 40 سنتي. هنضيف عليه نقطة بس واحدة، الزغاليل جعانة وبتستنى الأكل، أو نقطة كده كفاية. ونضيف عليهم طبعا المية ونقلبهم كويس جدا. هعمل كده وارجع لكم تاني. بعد ما ضفنا على الوصفة بتاعتنا المية بقت بالشكل ده، اهو شوف حضرتك انا مليت السرنجة، اهو شوف بقت ازاي مية، كأنه زي الحليب بالظبط لكنه سميك شوية عن المية، يعني بالظبط زيه كأنك بتشرب كوباية حليب كامل الدسم. تمام، كأنه كوباية حليب كامل الدسم. هنسحب ونساعد اي كمية زغليل عندك، زي ما قلنا هي عليها الحليب وعليها الدقيق او طحين القمح. اهو يا جماعة ما شاء الله، ده هيقوم معاك الزغاليل بسرعة، ومش وهتنقذ الزغلول الضعيف اللي زي كده. لان في ناس بتسأل كتير، انت ازاي غلط ان انت بتحط 3 بيضات مع بعض؟
مش هيأكلوهم وهيموتهم، احنا دايما بيبقى عينينا على الزغاليل نساعدهم. يعني ما تحطش ثلاث بيضات مع بعض او ثلاث زغاليل مع بعض وتسيبهم. او ما شاء الله شفت الزغلول بقى ازاي، ما شاء الله شبع. انا اخلص الباقي وبعد كده نمسح لهم اللي هو البلل اللي عليهم ده، نجيب زغلول تاني. هو يا جماعة بسم الله ما شاء الله هو جعان شوية. طبعا الاهالي مش قادرين على الثلاث زغاليل، في مش كل الحمام فيه اللي بيقدر يزغطهم، وهم لو متربيين في عيون، لو متربين في سلكات يعني او عيون فيها كل جزء لوحده بيقدرهم، لان انت بتحط لهم اكل كل شوية بيقدرهم يزغطوهم وبيزغطوهم كل شوية، فبيقدروا على ثلاث زغيل وممكن اربع زغيل كمان يا جماعة. ما حدش يعني يستغرب من الحكاية دي، لكن احنا مش هنخسر حاجة لما دايما تبص على الزغلول اللي مش اكل تساعده، بس المهم تساعده بالاكل المناسب له. يعني ما تأكلوش اكل اي حاجة، ده الاكل اللي انت شفته ده اللي هيقوم الزغليل في السن ده. لكن لو هو عمر يوم، لو من عمر يوم ما تحطش الدقيق خالص، يعني حط الحليب بس من اول يوم، ممكن اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ادي حليب، حتى لو اسبوع كمان على الحليب بس ما فيش مشكلة. لكن لما بقى زي كده اديله وضيف عليه الدقيق. اهو ما شاء الله اكل وشبع. لو عندنا اي كمية نعملها بالطريقة دي، بس انت طبعا ما تدهمش يعمل مرة واحدة في اليوم وتسيبهم لأهاليهم تاني، علشان هم يقدروا برضو ما يزغطوهم، يفضلوا متعودين على انهم يزغطوهم. لكن انت لو شبعتهم على طول الاهالي هتنساهم ومش هتزغطهم، واحنا بنرجعهم تاني لأهاليهم بعد ما هنمسح لهم بشوية مية كده بالايد مية، وامسح او بمنديل لو في منديل وتبل وتمسح اهو وتحطه. طبعا هو حد يقول لك انت بليته سقعته، ايوه هو سقع لكن او برد مني، لكن احنا هنحطه بسرعة تحت اهاليه علشان يدفوا تاني. نمسح لهم، نغسل له مكان الاكل كده زي ما تكون بتغسل لطفلك لابنك بعد ما ياكل. تمام اهو نرجعهم لاهاليهم. هنشوف اهو جماعة امهم بتستناهم اهو ما شاء الله. الزغلول الثالث ده اللي هو اقل منهم دايما هو اللي ناخد بالنا منه، يعني ممكن ما عدناش نعمل الزغلولين الكبار ونبقى كل يوم نزود للزغلول الصغير لحد ما نلاقيه قرب لاخواته، نعدلهم بس تحت الام عشان تدفيهم، بالاخص اللي هو الصغير ده اللي محتاج الدفى اكتر. اهو يا جماعة نخليه ناحية ما هي نايمة فوقه كده عشان بتدفيه. طيب نشوف حاجة تانية. طيب انا عندي الزغاليل دي عمر اكبر، وانا شايف ان هما حجمهم ضعيف، الاهالي مش بيزغطوهم كويس، جعانين اهم. طيب انا بستخدم مع دول حاجة تانية مختلفة عن الحجم الصغير. انا عامل خلطة الخاصة بينا، انا عامل الخلطة دي عبارة عن حبوب ذرة من كل الانواع، وفول وعدس وفول مدشوش وفول حصى، فول حمام يعني، وذرة الحمام وذرة اصفر، وطحنتهم. طحنهم بأي طريقة عشان حد يقول لي في الخلاط ازاي، انا بقول له في الكبة بتاعت البهارات، الكبة بتاعت البهارات بتطحن الحاجات دي، لكن طبعا كميات بتعمل كميات قليلة. لو انت هتعمل كميات كبيرة اعملها عند حد يطحنها لك من اللي هم بتوع مطاحن البن وبيطحنوا السكر والحاجات دي. طيب احنا هنستخدمها ازاي؟ انا معايا عبوة كده، طبعا انا بستخدم بالسرنجة دي بالزغاطة اللي حضراتكم عارفينها، كل الناس مربين الحمام
بيستخدموها، بعبي الإزازة دي وأزغط بيها. طيب هعبيها وأضيف عليها المية وأعمل أوريكم إزاي بنزغط. بعد ما عبيناها في الإزازة أهو الإزازة بتاعتنا، والناحية الطرف التاني أهو يا جماعة اللي هنزغط بيه، نرجها كويس قوي. نسيت أقول لكم، لو أنت هتحط من المسحوق بتاعنا ده الحبوب الطبيعية دي معلقة مثلا، حط قبلها 4 معالق مية، يعني اضيف عليها مية كتير. لو معلقة حط عليها 4 معالق مية، لو معلقتين طب هتحط 8، هكذا تمام. يبقى 4 اضعافها مية. نرج الازازة كويس. نسيت اقول لكم ان هي يا جماعة عليها بنضيف عليها كركم، كركم بنطحنه معها. ولو عايز تطحن معها حلب بتاع، ممكن حلبة برضو، وممكن الكزبرة او الكزبر في الدول العربية زي ما بيقولوا. ليه بيعمل ايه الكزبرة؟ بتعالج الاسهال يا جماعة، الكزبرة مفيدة جدا انها بتعالج الاسهال. بنفتح بوق الزغلول وبنفضي، بعد ما بنرج بنفضي بنعين الازازة كده وبنفضي شوية، هتلاقي الزغلول ما شاء الله الازازة بتفضى معانا، والزغلول بيشبع جدا ما شاء الله. اهو سهلة جدا. وتعمل اي كمية بنفس الطريقة، لو هي زغيل كبيرة الطبيعية دي يا جماعة مش تسمين، دي للي هيربي الزغليل، اللي هيربي الزغليل. نكرر تاني للتربية، لكن لو للتسمين احنا بنعمل معلف الفراخ ده كده بنفس الطريقة. الزغلول التاني ما شاء الله شبع تماما اهو، ممكن نديله كمان حبة. سمع صوت الازازة بتفضى، شوف ده زغلول ما شاء الله، هتلاقي تحسن جدا. تاني اهو نديله كمان شوية، بس كفاية ما شاء الله. الزغلول زغلول شبع اهو. المهم ان انت تتابع زغليلك، ما تخليش الزغليل تبقى جعانة. اي زغلول تحس ان هو ضعيف تزغطه، سواء اي سن، صغير كبير، اعطيه شوية من المسحوق اللي احنا عملناه ده، زغطه باي طريقة. هتجرب لغاية ما هتوصل حضرتك، يمكن توصل لطريقة احسن من اللي انا بعمل بيها. المهم تراعي الزغليل بتاعك، ما تسيبش الزغليل جعان. نجيب حاجة تانية يمكن اكبر شوية اهو عشان نخلص الكمية. ودايما كل مرة نرجها، نرج الازازة اهو تمام. كمان واحد نعطيه شوية كمان. تعالى هنا، تعالى رايح فين اهو. ما شاء الله. شوف كمان زغلول زغلول اكبر. الزغلول يا جماعة اللي بنجهزها هوت، اللي عايز الناس اللي هتشتري هنعمل لهم فيديو مزاد. شاف هو كده، شاف الزغليل. احنا تصغيط طبيعي يا جماعة، ما يزعلش في حاجة، تصغيط خلطة طبيعية مفيش خالية من العلف، مفيش فيها علف التسمين، كلها والله دورة طبيعي، حبوب طبيعية مفيش فيها علف التسمين. ده علشان احنا هنبيعهم للتربية، الناس اللي بتربي مش هتذبح، لكن للتسمين له طريقة تانية. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.